نبدأ من أول وجديد، نحاول نفتح حياة جديدة، كيف بدنا نبدأ مش عارف، لكن عجلة الزمن بدها تمشي وكل اللي بصير هذا بقدر الله، وكلنا من قدر الله إلى قدر الله، وربنا إن شاء الله يفك هالغمة عن الجميع ونقدر هيك نبدأ صفحة جديدة وحياة جديدة، بس تنتهي الحرب هذه بإذن الله. أي والله بتكون يعني فرحة كبيرة في قلوبنا وقلوب أطفالنا، وهنروح فرحانين على شمال غزة وهنشوف بيوتنا وهنشوف أهلينا وهنشوف الرماد اللي حولوه اليهود، يعني الدور اللي حولوها لرماد ولرمل. الأطلال الموجودة تحتها بشر، آلاف البشر من الشهداء. البنية التحتية قديش بدها مدة لما تنعمل؟ لك انت سنتين الان بتقول لي ايش بدك بعدها تعمل؟ في عندك سنتين طلاب صغار ما تعلموش. صدمة، ما بنسمع ولا بنشوفه، احنا بنشوفه بنعرف وبنكلم وبنكلم جيراننا عنه، منصدم، هذا مات، هذا لسه، هذا الصواب، هذا ما ضلناش حدا، يعني هنروح يعني هنفتح عزا، هي مش هتخلص الحرب، هتخلص الحرب مع اليهود، لكن نفسية وللأطفال، واحنا اساسا متدمرين، هتكون متدمرة، فيش يعني بيوت ضايلة على مكانها، فيش ارض ضايلة على أراضيها، كل إشي مختلف، لا في مية لا في شرب، الناس ماتت برضو من قلة الأكل، إنه ماتت ضرب بالصواريخ، ماتت من قلة الأكل والشرب، يعني صارت حياة صعبة عندهم، وغزة صارت أساسا مش غزة، يعني غزة تدمرت، بس بإذن الله بترجع. الله أكبر فرحة إنه لما خلص الحرب ونجرع، أنا حلفت يمين إن خلص الحرب غير أروح ماشي على الشمال، ماشي غير أروح على الشمال، من الفرحة اللي أنا فيها. بتمنى أن هذا اليوم يجي وأسحب حيل وأطلع وأجري وأروح على بلد.